طيب احنا معانا مذيع جميل قوي، وبرضه لما عرف ان حضرتك موجود معانا الاستاذ خالد فتوح، فقال لي ده انا لازم اطلع وعاوز اتكلم واسلم وابوس الخال، لو قدرت اطلع من الشاشه انا ابوس الخال. اهلا بيك يا خالد. طبعا شرف لي النهارده ان انا اقول كلمه عن استاذنا واستاذ الاجيال ومعلمنا ونجم الاذاعيين في مصر والوطن العربي، استاذنا الكبير الاستاذ فهمي عمر، احد ابرز الاعلاميين البارزين مش في مصر ولا الوطن العربي ولكن العالم كله. كاعلامي متميز كان نقله كبيره جدا في تطوير الاعلام المصري في يوم من الايام. طبعا مين ينسى اسم الاستاذ فهمي عمر، احد الخبراء الاذاعيين الكبار في عالم الاعلام المصري والعربي. استاذ فهمي عمر يعني منذ ان التحق بالاذاعه المصريه سنه 50، من ينسى يوم 23 يوليو 1952 لما فتح الاستوديو للرئيس الاسبق محمد انور السادات عشان يقول خطاب الثوره. طبعا استاذ فهمي عمر من ينسى برنامجه الشهير ساعد قلبك، لما قدم من هذا البرنامج اصوات وفنانين كبار صالوا وجالوا في عالم الفن، يمكن كان نقطه في شهرتهم بصوته وهو بيقدمهم على المسرح. استاذ عبد المنعم ابراهيم، خريه احمد، محمد هنيدي، نبيله السيد، يعني احمد الحداد. طبعا ايضا الاستاذ فهمي عمر بتعليقه على المباريات كان صاحب اول تحليل وتعليق على مباريات كره القدم، وكنا بننتظره يوميا عشان نعرف نتائج المباريات ونستمتع بصوته الرخيم الجميل وهو بيقدم لنا هذه الصورة الجميلة. طبعا يعني عظمة طبعا الأستاذ فهمي عمر في ان هو غطى حوالي 6 دورات أولمبية، كنا بنعرف هذه الدورات وهو بيقدم صورة عن طريق الإذاعة، كنا بنستمتع بصوته وكأننا نرى، يعني نسمع وكأننا نرى بسبب لهجته الصعيدية الجميلة اللي احنا كلنا بنستمتع بيها. منذ أن التحق بالإذاعة المصرية وحتى رئاسته للإذاعة المصرية سنة 82 اتعلمنا منه كتير، وهو قدم لنا نماذج إذاعية كبيرة جدا في عصره، الإذاعة تطورت في عصره تطور كبير طبعا، وهو النهارده موجود كأكبر الزملكاويين وأحد أبرز الزملكاوية في مصر، وهو موجود في قناة النادي الأهلي في برنامج المجري. طبعا كابتن مصر الكابتن كبير مصطفى عبده، ده يعتبر سهم قوي جدا في قلب التعصب والخروج على النص. لما قناة النادي الأهلي النهاردة تستقبل أحد أبرز الزملكاوية في تاريخ الإذاعة وعالم كرة القدم، لازم نحيي قناة النادي الأهلي ونحييها على الروح الرياضية الجميلة. تقول إيه للأستاذ خالد الفتوح؟ بس أنا هنا قبل ما حضرتك تتكلم أنا عايز أقول له مفيش حاجة اسمها تعصب ولا في احتقان. احنا عندنا معانا ضيف معانا عزيز مكرم، قيمه وقامه للرياضه المصريه والاعلام المصري، والاستاذ فهمي عمر. فاحنا عاوزين يعني اتمنى انا كمصطفى عبده ولا عاوزه من كلمه انا ان ما يبقاش في تعصب بين الاهلي وبين الزمالك وبين الاسماعيلي وبين الاهلي وبين المصري ومش عارف. احنا يا جماعه احنا في بلد واحده بنشرب ميه واحده، كلنا بنقعد على ترابيزه واحده، احنا مصريين. مش عاوزين النغمه بتاعت بقى ايه الاهلي والزمالك دي، عاوزين نلغيها من حياتنا، ده شيلها من القاموس بتاعنا خالص يعني.